بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فما زلنا في الحديث عن الإمامة وما يتعلق بها من أحكام. وقد انتهينا في اللقاء الماضي من شروط صحة الإمامة وشروط صحة الاقتضاء، والآن نتكلم عما يسقط حضور الجماعة. قلنا إن الجماعة سنة مؤكدة على المشهور من المذهب الحنفي، وسنة يعني قريبة من الوجوب، وهي من شعائر الإسلام، ولا ينبغي على المؤمن أن يتركها بلا عذر، خصوصا وأن أجر الصلاة الجماعة كما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، في روايات ب25 درجة، فالثواب أعلى، وهي من شعائر الإسلام. حتى قالوا لو إني جماعة أهل بلد مثلا اجتمعوا على ترك صلاة الجماعة كان على الإمام أن يقاتلهم، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام. هنا يقول يسقط حضور الجماعة بواحد من 18 شيئا. في أعذار تسقط حضور الجماعة، يعني ممكن الإنسان يصلي في بيته عند وجود هذه الأعذار، ويكون له ثواب الجماعة بنيته، إنه لو لم يكن عذر لكان يصلي الآن في المسجد في جماعة. يقول مطر وبرد وخوف وظلمة وحبس وعمى وفلج، عنده مرض الفلج، مرض يشبه البواسير كده، وقطع يد ورجل وسقام، يعني مرض أعجزه عن الذهاب إلى صلاة الجماعة، وإقعاد واحد مقعد، ووحل، في وحل كثير، وطين في الشوارع من آثار المطر مثلا، وزمانة، واحد عنده مرض مزمن، وشيخوخة، وتكرار فقه بجماعات تفوته، واحد بيتعلم الفقه أو بيكرر أو بيحفظ أو يجلس على إلى شيخ بيكرر مسألة معينة، فممكن لا يحضر الجماعة في سبيل أنه يفهم هذه المسألة ما لم يداوم على ذلك. يعني بشرط إيه يا شيخ محمود؟ ألا يكون هذا عادة له فيداوم على ذلك ويداوم على ترك الجماعة. وحضور طعام تطوقه نفسه، إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. واحد جاي من الشغل تعبان وزوجته محضره له طعام كويس شهي بيحبه هو، وهو جعان جدا، وحضرت الجماعة وحضر الطعام، فيقدم ايه؟ يقدم صلاة الجماعة. ولو تذكرون لما تكلمنا هناك في الحديث عن الخشوع في الصلاة، قلنا انه لازم الانسان يقطع عنه كل الشواغل التي تؤدي الى ذهاب الخشوع. ومن هذه الشواغل ان يكون عنده مثلا عاوز حمام، او جعان وعاوز ياكل والاكل محطوط جنبي وجاهز، ومراته بتزعق له يلا ناكل يلا ناكل، وبعدين ففي هذه الحالة ما ينفعش يقول طب اصلي اركع ركعتين فينقر ركعتين ولا خشوع، وهو بيفكر في الاكل، يا ترى اكل ايه اشرب ايه، اكل حلو ومش حلو، فتحدث هناك مشكلة فيصلي بلا خشوع. فلما يحضر الطعام الإنسان يأكل وبعدين يصلي. وإرادة سفر برضو، عند إرادة السفر وقيامه بمريض، عنده واحد عنده مرض مزمن ولا حاجة ولا مقعد، وهو مشغول بتمريض هذا الشخص، فيصح له أن يترك الجماعة في مقابلة هذا التمريض. وشدة ريح ليلا لا نهارا، شدة الريح في الليل، لأن شدة الريح دي قد تأتي بما يضره. وإذا انقطع عن الجماعة العذر من الأعذار المبيحة للتخلف يحصل له ثوابها، يعني زي ما قلنا في الأول، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو يعني لما ترك الجماعة لم يتركها باختياره، إنما تركها بسبب الأعذار، فيحصل الله ثواب الجماعة بنيته، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى
على هذه الأمة أنه يعني يساب الإنسان بنيته إذا عجز عن الأداء لأمر خارج عن إرادته. هذا والله أعلم.